بناء على توجيهات رئاسية، مصر تواصل جهودها لإعادة المصريين العالقين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. بوتين يبلغ ماكرون أن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا سواء بالحرب أو عبر المفاوضات. الدفاع الروسية تحذر الدول المجاورة لأوكرانيا من استقبال طائرات مقاتلة لكييف تمهيداً لاستخدامها ضد القوات الروسية. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. لليوم 11 على التوالي تتواصل العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية. وبينما تستمر الدعوات لإجلاء المدنيين، تتواصل المعارك وسط مفاوضات لم تسفر عن نتائج حتى الآن. بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت سفارة مصر في العاصمة الرومانية بوخارست أن موعد إقلاع طائرة الرحلة الثانية لإعادة المصريين الذين عبروا من أوكرانيا إلى رومانيا سيكون الليلة في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل من مطار هنري كواندا الدولي ببوخارست. هذا وناشدت السفارة المصرية في بوخارست المصريين الذين لم يسجلوا أسماءهم ويرغبون في السفر على طائرة الإجلاء الليلة سرعة التوجه للسفارة لتسجيل أسمائهم. وذلك بالتزامن تقرر إرسال طائرة إلى سلوفاكيا لإعادة المصريين الذين اجتازوا الحدود الأوكرانية السلوفاكية. ودعت السفارة المصرية في براتسلافا المصريين المتواجدين في سلوفاكيا من غير المتواصلين مع السفارة والراغبين في العودة إلى أراضي الوطن على متن الطائرة القادمة لتسجيل بياناتهم تمهيدا لإعادتهم، كما دعت فاقدي جوازات السفر إلى التواصل مع السفارة لاتخاذ اللازم. وصلت السفارة المصرية في بوخارست جهودها لضمان استمرار دخول المواطنين المصريين من أوكرانيا إلى رومانيا عبر المنافذ الحدودية المختلفة، والتنسيق مع السلطات الرومانية الصديقة لتوفير وسائل التنقل للعاصمة بوخارست، علاوة على توفير مقرات مؤقتة للإقامة. وأسفرت جهود السفارة مع السلطات الرومانية عن إمكانية حصول مواطنين على تأشيرة دخول لرومانيا لمدة 15 يوماً، فضلا عن السماح للمواطنين المنتهية صلاحية جوازاتهم بالدخول لرومانيا والسماح لفاقدي جوازات السفر بالدخول بصور وثائق السفارة الصادرة من السفارة المصرية في بوخارست. هذا وقد عبرت أسر الطلاب عن فرحتها بعودة أبنائها موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت أسرة الطالب أحمد ناصر ببني سويف إن الدولة المصرية نجحت في إعادة أبنائنا وتوفير كل ما يحتاجونه من أجل عودتهم إلى أرض الوطن. ابني أحمد طاهر كان من الطلاب العالقين في كييف أثناء الحرب، وبفضل الله وبفضل القيادة السياسية وأزرعها منفذة لكل القرارات اللي احنا استفدنا منها على الأرض، تم وصول ابني بفضل الله ونعمته. بتوجيهاته اللي بتثبت انه هذه التوجيهات بتثبت ان سعادة الرئيس يعيش معنا مشاكلنا ويعيش معنا حياتنا اليومية، فبتوجيهات حضرته الحمد لله رب العالمين. انا اعتبر ان ربنا سبحانه وتعالى سبب سعاده الرئيس في ان هو يكتب لابني عمر جديد مره ثانيه بالدور اللي قامت به السفاره في نقله من عاصمه اوكرانيا. كنت من الطلاب المصريين الموجودين في كييف ساعه المشكله اللي حصلت والحرب، وطبعا ما في اول الموضوع انا احب اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي عمله معانا، وبعد كده احب اشكر السفاره المصريه البولنديه والسفاره المصريه في اوكرانيا. وطبعا انا ما كنتش متوقع ان الموقف هيعدي، بس اللي هو الحمد لله بفضل القوات والقيادات المصريه الموضوع عدى على خير.
وانا الحمد لله دلوقتي موجود في مصر في بني سويف بلدي وسط اهلي. احب اشكر طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القيادات اللي ساعدت في الموضوع ان احنا نوصل حد مصر هنا، والحمد لله الموضوع عدى على خير. احب اشكر كل الناس اللي ساعدت. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية. وأشار بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الرئيس بوتين اشترط للحوار مع كييف اعترافها باستقلال إقليم دونباس. وقد بحث الرئيسان حسب بيان للكريملين قضايا إجلاء المدنيين من مناطق الاشتباكات. واتهم بوتين متطرفين أوكرانيين بارتكاب حادثة وقعت يوم الثالث من مارس في محطة زاب بوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. وأشار بيان صادر عن قصر الإليزي إلى أن بوتين نفى لماكرون خلال المكالمة استهداف مدنيين في أوكرانيا، مضيفا أن روسيا ستحقق أهدافها بالحرب أو عبر المفاوضات. من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الروسية دمرت مطار فيلينيتسيا بالكامل. وفي خطاب بثه التلفزيون الأوكراني، وجه زيلينسكي نداء للشعب الروسي طالبه فيه بالخروج إلى الشوارع للاحتجاج على العملية العسكرية الروسية، وإلا فإنه سيواجه الفقر والقمع. وأكد زيلينسكي أن الروس شأنهم شأن الشعب الأوكراني أمام خيار بين الحياة والعبودية، مشيرا إلى أن القوات الروسية تواصل هجومها في اليوم 11 وتستعد لقصف ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يؤثر على الاستقرار العالمي. وخلال مؤتمر صحفي له في العاصمة المولدفية، أشار بلينكن إلى أن واشنطن وشركاؤها الأوروبيون يبحثون حظر استيراد النفط الروسي. سبب وجودنا هنا بادئ ذي بدء، لأننا نتعامل مع هجوم وعدوان روسي قوي جدا له أثر كبير على الشعب الأوكراني، رجالا ونساء وأطفالا، الكثير منهم شاهدناهم بالأمس في حدود بولندا، الكثير منهم ترونهم كل يوم هنا في جمهورية مولدافيا الذين أجبروا على النزوح بسبب الحرب، ولكن أيضا التداعيات المترتبة على النظام والأمن العالمي الذي عملنا لعقود طويلة لمحاولة الحفاظ عليه. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيلتقي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس بعد غد. وأشار برايس إلى أن الهدف من زيارة بلينكن العاصمة الفرنسية هو مواصلة تنسيق الرد بين البلدين على الهجوم الروسي على أوكرانيا. The risk of miscalculation, it should be
أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه سيعمل مع الحلفاء الدوليين للحصول على مزيد من العتاد العسكري الدفاعي بهدف مساعدة أوكرانيا في التصدي للهجوم الروسي. جاء ذلك في بيان لمكتب جونسون، وأشار البيان إلى أن الاتصال بين رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأوكراني شهد بحث الاحتياجات الملحة للقوات المسلحة الأوكرانية. حثت وزارة الدفاع البريطانية المواطنين البريطانيين على عدم التوجه إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا. جاء ذلك على لسان قائد القوات المسلحة البريطانية توني رادكن، والذي أشار إلى أن مثل هذا الأمر غير قانوني، لافتا إلى أنه غير مفيد بالنسبة للجيش البريطاني ولسكان المملكة المتحدة، داعيا إلى دعم أوكرانيا بطرق أخرى من داخل بريطانيا. قالت هيئة أركان الجيوش الفرنسية إن روسيا على علم بجاهزية أوكرانيا لأي هجوم إلكتروني، موضحة أنه لا يوجد خطر لهجوم إلكتروني حقيقي ضد أوكرانيا. وأضافت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن باريس فتحت منذ الرابع من مارس الجاري خط اتصال ساخن مع الجيش الروسي، لافتة إلى قيام روسيا بتنصيب منظومة صواريخ S-400 على الحدود الشمالية لأوروبا. حذرت روسيا البلدان المجاورة لأوكرانيا من مغبة استقبال طائرات مقاتلة لكييف تمهيدا لاستخدامها ضد القوات الروسية، متهمة رومانيا بالسماح بهبوط تلك المقاتلات. وفي بيان عبر الفيديو قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إنه من الممكن اعتبار استخدام شبكة المطارات في البلدان المجاورة لأوكرانيا ضد القوات الروسية تورطا لهذه البلدان في نزاع مسلح. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف مطار فينيتسيا وسط أوكرانيا، معللة ذلك بكونه مطارا عسكريا. وأوضحت الدفاع الروسية أنه عبر قصف المطار تم تعطيل مقاتلات أوكرانية، مشيرة إلى أن استخدام المقاتلات الأوكرانيات لمطارات دون أخرى يعتبر مشاركة منها بالصراع. أفادت وكالة رويترز للأنباء بقيام جنود أوكرانيين بتعزيز الدفاعات حول العاصمة الأوكرانية كييف وحفر الخنادق وإغلاق الطرق. يأتي ذلك في الوقت الذي قصفت فيه القوات الروسية المناطق المحيطة بكييف. من جهة أخرى، اتهمت سلطات مدينة خاركييف الأوكرانية روسيا باستهداف مركز يضم مختبرا نوويا. إلى ذلك قالت السلطات المحلية في مدينة ماريبول الأوكرانية إن قافلة سيارات نقل أو نقل أشخاص يجري إجلاؤها لم تتمكن من مغادرة المدينة، وأشارت إلى مواصلة القوات الروسية عمليات القصف. قالت بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إنه تم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 364 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي، فيما أصيب 759 آخرون. وأضافت الأرقام المتعلقة بالضحايا حتى الخامس من مارس
13 وفاة و52 إصابة إلى الخسائر التي سجلها مراقبون من مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس السبت. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نقلا عن وكالة الطاقة النووية الأوكرانية إن العاملين في محطة زابورجيا للطاقة النووية يواصلون تشغيلها، لكن الإدارة تخضع الآن لأوامر قائد القوات الروسية التي استولت عليها الأسبوع الماضي. وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في بيان إن القوات الروسية قطعت بعض شبكات الهاتف المحمول والإنترنت مما عقد الاتصالات مع المحطة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف القتال في أوكرانيا للسماح للمدنيين بالخروج من مدن ماريوبول وخاركييف وسومي. وأشار غوتيريش في تغريدة له عبر موقع تويتر إلى ضرورة وقف القتال بهدف تمكين الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة من الوصول إلى ما يحتاج إليها في أوكرانيا. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فشل المحاولة الثانية لإجلاء ما يصل إلى 200 ألف شخص في مدينة ماريوبول الأوكرانية. وأشار الصليب الأحمر إلى أن ذلك يرجع إلى عدم وجود اتفاق مفصل وفعال بين أطراف النزاع. وأكدت اللجنة الدولية في بيان لها أنها تعمل على تسهيل الحوار بين الأطراف حول الممر الآمن للمدنيين بصفتها وسيطا إنسانيا محايدا وغير متحيز. حذرت الأمم المتحدة من أن عدد اللاجئين الفارين من الهجوم الروسي على أوكرانيا تجاوز 1.5 مليون، ما يخلق أزمة لجوء تعد الأسرع تفاقما في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية. أعلنت شرطة الحدود الرومانية أن أكثر من 227 ألف أوكراني دخلوا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية، كما غادر أكثر من 15 ألف منهم البلاد بالفعل. ونقلت وسائل أعلام عن الرئيس الروماني كلاوس يوهانس قوله خلال زيارة إلى الحدود الشمالية للبلاد إنه لن يتم منع أي أوكراني من الدخول إلى رومانيا، مشيرا إلى أن السلطات الرومانية تعتقد أن الوضع سيستمر لفترة أطول. أعلنت الحكومة البريطانية أنها لا تستطيع فتح أبواب المملكة المتحدة بعد تعرضها لانتقادات من باريس بالافتقار إلى الإنسانية تجاه لاجئين أوكرانيين أعادتهم إلى ميناء كالي. وحاول حوالي 150 أوكراني الالتحاق بعائلاتهم بعدما فروا من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولكن طلبت منهم السلطات البريطانية العودة والذهاب إلى باريس أو بروكسل للحصول على تأشيرات في القنصلية. وبسبب هذا الوضع منذ أيام بين الخلاف بين لندن وباريس اللتين توترت علاقتهما بسبب قضية عبور المهاجرين غير الشرعيين. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بالعملة الوطنية الروسية. وبمقتدر المرسوم سوف تتمكن الشركات الروسية مؤقتا من سداد الديون للدائنين من هذه الدول بالروبل مؤقتا للوفاء من قبل روسيا ومناطقها وبلدياتها وشركاتها بالالتزامات بموجب الائتمانات والقروض والأدوات المالية للدائنين من الدول التي ترتكب أعمالا عدائية ضد روسيا. هذا وأعلنت روسيا بالتزامها بدفع السندات الروسية بالكامل في الوقت المناسب، مؤكدة أيضا على أن مدفوعات الديون للسكان في الخارج ستعتمد على القيود المفروضة من الدول الأجنبية.
قالت هيئة السكك الحديدية الأوكرانية أنها مستعدة لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على نحو عاجل بعد إغلاق موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية. وقالت الهيئة الأوكرانية أنها قد تنقل الحبوب لحدودها مع رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا، حيث يمكن تسليم الحبوب إلى الموانئ والمراكز اللوجستية في الدول الأوروبية. وتعد أوكرانيا إحدى الدول الرئيسية في الإنتاج والتصدير الزراعي على مستوى العالم، تصدر الحبوب والزيوت النباتية وغيرها من المنتجات الغذائية عن طريق السفن. قررت النمسا وقف الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا. هذا وقررت شركة النفط النمساوية الحكومية OMV عقب اجتماع لمجلس إدارتها شطب استثمارات في روسيا تتراوح قيمتها ما بين 500 و800 مليون يورو. أعلن البنك المركزي الروسي أن بطاقات فيزا وماستر كارد الصادرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل، مشيرا إلى أن العقوبات لن تؤثر على ذلك. وأوضح المركزي الروسي أن البطاقات تخضع لخدمة المدفوعات الوطنية، لذلك فإن العقوبات لن تؤثر والأموال متاحة للعملاء داخل أراضي روسيا بشكل طبيعي. وأضاف أن المعاملات المالية باستخدام فيزا وماستر كارد خارج روسيا لن تكون متاحة بما في ذلك في المتاجر الإلكترونية الأجنبية، مؤكدا أنه في حال السفر إلى الخارج يوصى باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطني. خفضت وكالة موديز التصنيفية أو للتصنيف الائتماني تصنيف روسيا الإنمائي إلى CA، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف استنادا إلى القيود التي فرضها البنك المركزي والتي ستقيد المدفوعات عبر الحدود بما فيها الديون. وأكدت وكالة مودز أن الدافع وراء تخفيض التصنيف هو مخاوف شديدة فيما يتعلق باستعداد روسيا وقدرتها على سداد التزامات الديون. وأضافت أنه بمستوى التصنيف CA تتراوح توقعات التعافي بين 35 و60%. التاسعة مستمرة مع حضراتكم وتتابعون فيها. رئيس الوزراء يشدد على حسم ملف التعدي على الأراضي الزراعية. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ضرورة حل المشكلات بالطرق السلمية والحوار المتبادل لضمان أمن المنطقة وتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها. جاء ذلك خلال لقاء للكاظمي مع مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة لشؤون العراق وإيران بحضور السفير الأمريكي في العراق، حيث بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنمية التعاون المشترك بينهما في ضوء مخرجات الحوار الاستراتيجي.
قال البطريرك الماروني بلبنان بشار الراعي إنه لا يجوز تحت أي ذريعة الالتفاف على الانتخابات النيابية المقررة في شهر مايو المقبل، معتبرا أنها الاستحقاق الدستوري الملازم للنظام الديمقراطي. ودعا الراعي لعدم اختلاق ذرائع لتأجيل الانتخابات، مشددا على ضرورة توفير أفضل الظروف الممكنة لإجرائها. وأضاف الراعي أن لبنان لا يستطيع أن يبقى في لا دولة والفوضى. وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن في مجموعة من مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية. جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي واصل خلالها مناقشة عدد من مشروعات القوانين. بدأت الجلسة بتفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة لتسعة طلبات مقدمة من عدد من الأعضاء فيما يخص سياسة الحكومة بشأن أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية والارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس، فضلا عن سد العجز في أعداد الأطباء والمستلزمات الطبية وعدد من الملفات الأخرى. كما تمت الموافقة على ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر وبوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، حيث وجه أعضاء مجلس النواب التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره الفاعل في تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية. عادت شمس مصر الذهبية إلى أفريقيا متتولي فخامة الرئيس السيسي مقاليد الحكم، ونلمس الجهود المتواصلة في هذا. عايز أقول برضو فيه اهتمام من الجانب الطبي من مصر لبوروندي، وبالتالي هو مجال مفتوح لمزيد من الاستثمارات. رفع التأشيرة هيساعد المسؤولين في الحراك ذهابا وإيابا. كذلك وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن في مجموعه مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة. هذا القانون هيساعد في توفير بيانات بما يخص مالكي هذه السفن والتصرفات التي تطرأ على مثل هذه السفن، بالإضافة أنه يوفر قاعدة بيانات تكون سهولة الاستدلال على السفن وأصحابها المرتكبي مثل هذه الجرائم. تلا ذلك الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية على أن تناقش المواد في جلسة قادمة. هذا المشروع القانون يمكن بيقوم عمل تنظيم مهنة الوسيط لدخولها في الاقتصاد الرسمي. هي كان طبعا هذه المهنة مهنة عشوائية، ويمكن دخولها هذا القانون بيلزم هذا النشاط الوسيط بشكل إطار قانوني لتنظيمها لدخول الاقتصاد الرسمي. هذه واحدة. الأمر الثاني هو هيحافظ على المواطنين من عملية النصب والاحتيال، وده هيخفف بالأثر على المحاكم وإجراءات التقاضي. وخلال الجلسة أحال رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها. وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أشار عدد من النواب إلى أن مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية جاء استجابة للظروف التي تم رصدها وأظهرها الواقع العملي. وفيما يخص الاتفاق بين مصر وبوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، أكد النواب أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا القانون صدر سنة 82، يعني مر عليه أكثر من 40 سنة. طبعا في تغيرات كبيرة جدا في الوكالات التجارية وفي السوق العقاري،
تغيرت، وبالتالي أصبح هذا القانون غير ملائم تماما لهذه التغيرات. وعشان كده الحقيقة الحكومة تقدمت بهذا التعديل. الحقيقة الفوضى الموجودة في السوق العقاري يعني يمكن بتدينا مؤشر ان لازم يحصل تنظيم للوسيط العقاري. الاتفاقية دي بقرار رئيس الجمهورية جاية في وقتها تماما، في ظل طبعا الاهتمام بالدول الافريقية، وده الحقيقة يمكن سيادة الرئيس مهتم جدا بالملف ده وتوطيد العلاقات. وانا شايفة الاتفاق بين جمهوريتي مصر وبروندي جاي في وقته تماما، اللي هي طبعا الاعفاءات، التبادل الدبلوماسيين، ان احنا يبقى في التأشيرات اللي بين الدبلوماسيين، اسر الدبلوماسيين. انا شايفه ده جاي في وقته تماما، وانا شايفه دي خطوه على الطريق ان احنا بنقول ان احنا في اهتمام بالملف الافريقي. اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهميه كبرى للاسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات السكنيه الحاليه بما يحقق الاستفاده المرجوه منها في اقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي، حيث كلف بسرعه الاعداد لخطه طرح وحدات سكنيه متنوعه للمصريين في الخارج تلبيه لرغباتهم، سواء بوحدات العاصمة الإدارية الجديدة أو وحدات العالمين الجديدة بالأبراج الشاطئية والحي اللاتيني، وكذلك مشروع صواري بمحافظة الإسكندرية. كما كلف مدبولي بزيادة عدد الوحدات المطروحة للمصريين بالداخل في ظل الإقبال على الوحدات المطروحة للحجز حاليا لشريحة متوسط الدخل تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، موجها بالعمل على تلبية مطالب المصريين بمختلف شرائحهم في الحصول على الوحدات السكنية. شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار تعامل أجهزة الدولة المعنية بحسم مع ملف التعدي على الأراضي الزراعية بما يحفظ ويحمي مقدرات الأجيال القادمة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في 9 محافظات. يأتي ذلك تطبيق لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان، والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة. وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن لواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان ألقى كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمي بكلية القادة والأركان، مشيرا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتي في ظل تسارع التطور التكنولوجي في نظم التسليح العالمية، ومؤكدا على الدور الرئيسي الذي تقوم به القوات المسلحة في تحديث قدراتها بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1806 عنصراً إجرامياً ومصرع 23 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، وسبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة، وبحوزتهم 1058 قطعة سلاح ناري من بينها رشاش، 155 بندقية آلية،
154 بندقية خرطوش، 50 مسدساً، و696 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 238 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4565 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3809 متهم، من بينها جرينوف ورشاشان و616 بندقية و434 بندقية آلية و239 مسدساً و3273 فرد محل الصنع، وعدد من الطلقات و590 خزينة، إضافة ل 5885 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 57 تشكيلاً عصابياً ضموا 222 متهماً، قاموا بارتكاب 276 حادث متنوع. كما تم ضبط 590 متهماً من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 291 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبها بإجمالي 413 متهماً. كما تم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,458,447 حكماً قضائياً متنوعاً، من بينها 9,797 حكم جناية، من بينها 5 أحكام بالإعدام و497 حكماً بالسجن المؤبد، وعدد 751,067 حكماً جزئياً، و 125,526 حكماً مستأنفاً، و 1,229,891 حكم غرامة، و 342,166 حكم مخالفة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التصدي لتغير المناخ لم يعد مسؤولية قاصرة على الحكومات وحدها، بل يتعين مساهمة شتى الأطراف في هذا الصدد، ومن بينهم مجتمع الأعمال الذي يستطيع القيام بدور هام عبر دعم تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر والتعاون في مجال الطاقة المتجددة. وأوضح وزير الخارجية أن مصر تحرص على إتاحة الفرص المناسبة أمام المشروعات الجادة في الإسهام في التصدي لتغير المناخ لاستعراض جهودها في هذا الصدد. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في فعاليات نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال حول الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل. وفي إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كوب 27، عقدت وزارة البيئة والرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانيك جليمارك مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل المؤتمر. وأشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ المقبل يهدف تسريع وتيرة الحصول على تمويل المناخ للدول النامية وبالأخص الدول الأفريقية، وتحديد المبادرات الدولية
التي تستطيع مصر بالتعاون مع الصندوق إلقاء الضوء عليها من أجل التصدي للتغيرات المناخية. من جانبه أكد المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر الاتفاق مع الرؤية المصرية في أن المؤتمر القادم يأتي للانتقال من مرحلة التعهدات لمرحلة تنفيذ الالتزامات. مصر لديها الحقيقة محفظة كبيرة مع صندوق المناخ الأخضر بتصل ل 500 مليون دولار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، كفاءة الطاقة وحماية الدلتا، ولدينا مشروع ضخم ب 34 مليون دولار بتقدمه وبتنفذه وزارة الموارد المائية والري، ولكن مهم في إطار استضافة مصر المؤتمر المناخ يبقى فيه ثلاث حاجات: التفتح ومناقشة كل الأطراف اللي معنية بتغير المناخ، كيفية دفع العمل المناخي وكيفية تمويل المشروعات المختلفة خاصة للقارة الأفريقية اللي احنا بنمثلها. هناك أهمية كبرى لمؤتمر الأطراف 27 لاتفاقية تغير المناخ والذي ستستضيفه مصر، فالمؤتمر المقبل سيركز على مرحلة التنفيذ وتحقيق الاتفاقيات والتعهدات السابقة من خلال إجراءات ملموسة على الأرض. أتطلع أن يشهد المؤتمر رفع مستوى الطموح من كافة الدول، سواء في مجالات خفض الانبعاثات أو التكيف مع أثار تغير المناخ، بما يحقق أهداف اتفاق باريس. أعلنت وزارة الصحة الانتهاء من تحديث ضوابط تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأوضحت الوزارة أن التطعيم بالجرعة الثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أصبحت متاحة في أي مركز للتطعيمات دون الارتباط بمركز محدد. وأضافت الصحة أن التطعيم بالجرعة التنشيطية لمن يزيد أعمارهم عن 65 عاماً سيكون بعد 3 أشهر من تاريخ الحصول على آخر جرعة، بينما تكون الجرعة التنشيطية للأقل من 65 عاماً بعد 6 أشهر. يتواصل العمل في تنفيذ مشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الوادي الجديد، حيث تحققت نسبة إنجاز عالية في معظم القطاعات ومنها في مركز الفرافرة. وعلى سبيل المثال في قطاع المياه تم الانتهاء من 10 مشروعات، ونسب تنفيذ باقي المشروعات لا تقل عن 80%. وفي قطاع المحليات تم الانتهاء من الإنشاءات وجاري عمل التشطيبات لعدد 6 مجمعات، كما بلغت معدلات التنفيذ في قطاع الزراعة من 70 إلى 85%، وبلغت 100% في قطاع الصرف الصحي. تم الانتهاء من أعمال التركيبات والمرحلة التحضيرية لانطلاق مبادرة التعليم حياة بمدارس مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ذلك في المحطة الثانية للمبادرة والتي تأتي استمرارا لجهود التنمية المتكاملة. وتم ترتيب أجهزة كمبيوتر وتوصيل خدمة الإنترنت على أن تتم المرحلة الثانية للمبادرة، وهي التشغيل اعتمادا على ما تم بالمرحلة التحضيرية، وسيتم خلالها تفعيل عدة مبادرات بواقع 20 يوم عمل للمبادرة بنطاق كرة حياة كريمة. والآن الوقفة الاقتصادية من 9:00. تفاصيل الأخبار الاقتصادية مع رجاء رمزي. تفضل رجاء. الهم نمر أميرة العقدة، شكرا إليكم مشاهدين أخبار المال والأعمال، نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة احتواء البنزين على منغنيز ومعادن أخرى مما يتسبب في أعطال للسيارات. وشددت وزارة البترول على أن البنزين يخضع لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق للوزارة. في سياق متصل، أكدت هيئة البترول أن هناك عددا كبيرا من الشركات العالمية التي تعمل في مصر في مجال تسويق البنزين، تقوم بإجراء اختبارات للبنزين في مستودعاتها، حيث لم تتلقى الهيئة أي شكاوى من هذه الشركات العالمية التي تحظى بسمعة دولية.
أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن مصر أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. وأوضح وزير البترول أن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات، حيث يزيد استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بشكل مضطرب ليصل إلى أكثر من 65% من استهلاكها من الهيدروكربون أو الوقود التقليدي. وإلى البورصة المصرية مشاهدين، التي أنهت تعاملات جلسة اليوم بتمايل في المؤشرات، إذ خسر مؤشر رأس المال السوقي نحو 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.566 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 1.87% ليغلق عند مستوى 11.094 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.32% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، فيما صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.5% ليغلق عند مستوى 2896 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. نبدأ بالدولار الأمريكي الذي يسجل 15 جنيه 65 قرشا للشراء مقابل 15 جنيه 77 قرشا للبيع. اليورو يسجل 17 جنيه 10 قروش للشراء مقابل 17 جنيه 24 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني يسجل 20 جنيه 70 قرشا للشراء مقابل 20 جنيه 87 قرشا للبيع. نتحول إلى العملات العربية، نبدأها بالدرهم الإماراتي الذي يسجل 4 جنيهات 26 قرشا للشراء مقابل 4 جنيهات 29 قرشا للبيع، فيما يسجل الريال السعودي 4 جنيهات 17 قرشا للشراء مقابل 4 جنيهات 20 قرشا للبيع. أكد البنك المركزي الصيني أن إصدار السندات في الصين بلغ 4.51 تريليون يوان أو ما يوازي 712.6 مليار دولار في يناير الماضي. وأشار المركزي الصيني إلى أن إصدار السندات المالية وصل إلى 797.1 مليار يوان في يناير الماضي، بينما بلغ إصدار سندات الشركات 1.33 تريليون يوان، وسجلت قيمة إصدار شهادات الإيداع بين البنوك 1.13 تريليون يوان. وبنهاية يناير وصلت قيمة السندات غير المسددة المحتجزة إلى 134.8 تريليون يوان. ارتفع حجم التداول في سوق العقارات بالمملكة إلى 735 مليون دينار بنسبة بلغت 9% لنهاية شهر فبراير الماضي من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021. أكدت دائرة الأراضي الأردنية ارتفاع قيمة الإيرادات خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بنسبة بلغت 15%، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 لتبلغ نحو 32.4 مليون دينار. مشاهدينا، نهاية هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى أميرة وإلهام، إليكم. شكرا لك رجائي. استعدت مدينة سيدني أكثر مدن أستراليا سكانا لمزيد من الأمطار اليوم بعد أن شهدت أمطارا غزيرة على مدار الأسبوع الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد الضحايا جراء الفيضانات في الجزء الشرقي من البلاد إلى 17 وفاة، وأدت الأحوال الجوية السيئة إلى هطول أمطار غزيرة على مدار أسبوع في جنوب ولاية كوينزلاند وشمال ولاية نيو ساوث ويلز، وتسببت في دمار واسع النطاق، مما أدى لنزوح الآلاف في الولايتين وإتلاف الممتلكات وكذلك الطرق ونفوق الماشية. والآن متابعة للأخبار الرياضية. عودة مرة أخرى إليك رجائي. شكرا أميرة، شكرا إلهام. مشاهدينا، أخبار الكرة والملعب نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الرياضية. نعم.
نبدأ أخبار الرياضة مشاهدينا بنادي الزمالك الذي أعلن عن التشكيل الرسمي والنهائي للجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم. أوضح الفريق الأبيض أن الجهاز الذي ستكون مدة تعاقده مع النادي موسما والنصف يتكون من جوسفالدو فيريرا مديرا فنيا يعاونه أسامة نبيه مدربا عاما وجوزيه روي مدربا مساعدا وأندري فيليب مدرب أحمال وبيترو روبورتو محلل للأداء وأيضا أيمن طاهر مدربا لحراسة المرمى. يستضيف الزمالك غدا فريق الجونة في الجولة 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم في مباراة أخرى بالجولة الذاتية يلتقي الإسماعيلي مع فاركو بينما يحل مصر المقاصة ضيفا على البنك الأهلي. وإلى البريمير ليج حيث حسم مانشستر سيتي الديربي بالتغلب على ضيف مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد وذلك في قمة مباراة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. بهذا الفوز عزز مانشستر سيتي صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 47 نقطة يحتل بهم المركز الخامس. إلى الليغا الأسبانية حيث فاز برشلونة على مضيف ألتشي بهدفين مقابل هدف في الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم. بهذا الانتصار قفز برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 48 نقطة بينما توقف رصيد ألتشي عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر. شديد نهاية أخبارنا الرياضية عودة مرة أخرى إلى أميرة وإلهام إليكم. شكرا لك رجاء رمزي على هذا العرض. تتحدى مقدمة البرامج التلفزيونية السورية سحر ملص الإعاقة قائلة أنها محظوظة لأنها ولدت بإعاقة بصرية جعلتها تتأقلم مع وضعها منذ البداية. على الرغم من الصعوبات التي تواجهها في حياتها بسبب فقدان البصر إلا أنها تتمتع بإحساس بالأماكن التي تتردد عليها والأشخاص الذين تتواصل معهم، لكنها تؤكد احتياجها لبعض المساعدة عندما ترغب في التعرف على الأماكن الجديدة. للمزيد من التفاصيل عن حياة سحر ملص في سياق التقرير التالي. سحر ملص إعلامية سورية من ذوي الهمم وهبها الله نعما كثيرة وإرادة فولاذية، فقررت أن تحول فقدانها للبصر إلى دافع للنجاح في الحياة. منذ صغرها رفضت سحر أن تظل على هامش الحياة وقررت أن تقتحمها وأن تضع بصمتها فيها، فتعلمت حتى وصلت إلى الجامعة ودرست فيها الأدب العربي. مشوارها في الدراسة لم يكن سهلا، فاستخدمت وقتها التكنولوجيا المتاحة بمساعدة أصدقائها وكانت تسجل المحاضرات وكان يساعدها الزملاء في نقل المحتوى الدراسي المكتوب إلى مواد مسموعة لسهولة المذاكرة. وبالرغم من صعوبة المهمة إلا أنها نجحت في تجاوزها. هاي المرحلة ما كانت سهلة، كتير صعبة، وكتير كان فيها من المعوقات. كنت أحمل موادي المكتوبة ورقيا وموزعها على أصدقائي، مزودهم بآلات التسجيل وبالكاسيتات لحتى يقدروا يساعدوني إنه ننجز بأقرب وقت للامتحان حتى أقدر أقدم موادي. هذا الموضوع ما كان سهل، بالإضافة إني رغم الوضع اللي أنا كنت فيه كنت أحضر يوميا المحاضرات كاملة، كان الحضور كتير ساعدني على الفهم. وقبل عامين بدأت الإعلامية السورية صاحبة 39 عاما في تقديم وإنتاج برنامجها الخاص قادرون على إحدى القنوات التلفزيونية والذي تركز فيه على ذوي الهمم وقضاياهم والدفاع عن حقوقهم. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها في حياتها بسبب فقدان البصر إلا أنها تتمتع بإحساس بالأماكن التي تتردد عليها والأشخاص الذين تتواصل معهم، لكنها تؤكد احتياجها لبعض المساعدة عندما ترغب في التعرف على الأماكن الجديدة. هي قصة كفاح ونجاح تعيشها السورية سحر ملص، تؤكد من خلالها أن إرادة الإنسان هي أقوى أسلحته لمواجهة صعوبات وتحديات الحياة. قادرون من الألم نخلق أمل، قادرون من الصعاب نصنع الإنجازات، نعم قادرون. والآن نتعرف على أحوال الطقس من التاسعة. نتحول مرة ثالثة وأخيرة إلى رجاء رمزي. شكرا إلهام، شكرا أميرة. مشاهدينا أخبار الطقس نتابعها في هذه النشرة الجوية.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وأيضا جنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الجنوب في الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. مشاهدينا، هذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض من المدن والمحافظات. أيضا نبدأها طبعا بمحافظة القاهرة العظمى فيها 23، الصغرى فيها 12، الإسكندرية 20-13، مطروح 20-12، بورسعيد 19-12، أما الإسماعيلية فالعظمى فيها 23، الصغرى 12، السويس العظمى فيها 23-13، العريش 19-11، طابة 23-14، شرم الشيخ 24-18، الغردقة العظمى فيها 25، أما الصغرى فيها 17، محافظة الأقصر العظمى فيها 31، الصغرى 15، أسوان 32-15، الوادي الجديد 30-14، شلاتين 30-16، أما حلايب 29 هي العظمى فيها والصغرى 18. مشاهدينا، الآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع. والآن مشاهدينا نترككم ولقطة اليوم، نتابع. إذن انتهت نشرة التاسعة، لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من أخبار. بناء على توجيهات رئاسية، مصر تواصل جهودها لإعادة المصريين العالقين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. بوتين يبلغ ماكرون أن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا سواء بالحرب أو عبر المفاوضات. الدفاع الروسي تحذر الدول المجاورة لأوكرانيا من استقبال طائرات مقاتلة لكييف تمهيداً لاستخدامها ضد القوات الروسية. إذن انتهت نشرة التاسعة.